حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان. مساء جميل مني أنا بندر الشهري من خلال حلقة جديدة لبرنامج عالم الصحافة. أرحب بكل أرائكم من خلال هاشتاج البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عالم أندرسكور الصحافة. نرحب بكل أرائكم من خلال هذا الهاشتاج. أيضا أرحب بضيفينا لهذا المساء في الاستوديو. أرحب بالأستاذ طارق بن طالب الخبير والناقد الرياضي المعروف. حياك الله أبو فارس. مساك الله بالخير أنت والأخوة المشاهدين، وأنا سعيد أني أعود أطلع معكم في هالقناة. يا مرحبا، حياك الله. أنت من زمان وضيفنا اللي في حايل بعد من زمان عنكم، فاليوم يعني ندلل شوي من حايل من عروس الشمال. أرحب بالزميل العزيز يوسف الصلحاني الإعلامي الرياضي المعروف. حياك الله أبو بندر. حياك الله أبو نواف، مساك الله بالخير ومسي عليك وعلى المشاهدين وعلى الأستاذ والزميل العزيز أبو فارس طارق بن طالب. أقول والله من زمان ما بعد العربية أبو فارس. الله يسعدك يا أخوي يوسف. آخر مرة التقيته متى يا أبو بندر؟ أوه منذ مبطي. لا يعرف تصحيح العربية ويعرف الصار أنا وياه موضوع تصحيح العربية. صحيح. في الغاز في شفرات، إيش صاير؟ لا يكون بعد مثل شفرات الوسط الرياضي اللي قاعدة تصير. لا لا, لا لا كلها أشياء تخص الرياضة، وأنا أحترم وأقدر الأخ أبو نواف الأستاذ يوسف الصلحاني. أبو بندر. أبو بندر رجل خبير ورجل ما شاء الله عليه ضليع بالصحافة ونشيط ما شاء الله تبارك الله، يعني تعرف التحقيقات والحوارات الصحفية. إيه هو يعني إحنا نتكلم ضليع في هذا المجال. ونتكلم على تحقيق صار. الله حي. التحقيق كان طرف فيه أبو فارس، طرف أساس في الموضوع يعني. صحيح. أبو فارس دائما ها في كل مكان مسوي شوشرة ها. لا بس كنا ترى على فكرة كلمني واحد مرة قبل فترة من الإعلاميين النصراويين، كان ضيفنا زمان يعني يمكن قبل فترة طويلة آخر مرة طلعنا مع بعض، قال لي يا أخي كنا أبو فارس ركد هجد عقل. قلت ليش أبو فارس وش فيه؟ قال يا أخي أول يوم كان في النصر وكان يشتغل في النصر كان دائما تصادم مع هذا وتضارب مع هذا وتهاوش مع هذا. قلت لا يا أخي خلنا نسميه يا أخي نصراوي تائب ولا اعلامي تائب. لا لا اسمع. لا 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 شوف شوف ابو فارس يكفي ابو فارس انه مجيل العالميه، هذه تكفي فخر حقيقي. ما شاء الله. الله يسلمك. انا يعني متعودين على التصادمات، عرفت؟ اول شيء نصراوي للابد، هذه ما فيها، لن اتوب عن عشق النصر. ايوه ايوه. اما بالنسبه للاثاره والاكشن، انت سميتها شوشره وانا اسميها اثاره. العالم ما تتقبل انك تقول رايك الصحيح، ويبونك تقول اللي يبيه، عرفت؟ الراي العام. صحيح. وانا ما تعودت الا اقول الصحيح. واذا ما قلت اللي ما يعجبه اي نعم اتهمك. صحيح. والحاصل انت فيك، انت حط فيك النور. نعم. ما يعلمون. نعم. فاحنا نحتاج الى ثقافه تقبل الراي الاخر، وهذه غير موجود. صحيح. مو بالضروره ان رايي يعجبك. صحيح. بامكانك تقبله بامكانك ترفضه. صح. لكن احترمني يا اخي. لا تسيء لي ولا تتجاوز علي ولا تتهمني ولا تشكك فيني، يعني خلنا على الاقل نؤسس لثقافه الراي والراي الاخر. ومع الاسف ان العقلاء بدال ما ياثرون في وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعين الجمهور يعني بشكل عام، اصبح الجمهور هو من يقود العقلاء للتكلم برأيهم. صحيح. فهذه أحد أكبر الإشكالات اللي قاعدين نواجهها. ما يطلبه الجماهير. ما تطلبه الجماهير. ما يطلبه يعني الرأي. حتى لا. الإدارات صارت تضخ الجماهير. قيل مدرب لأن الجمهور ما عجب المدرب. تستغني عن لاعب أجنبي عشان الجمهور ترضي الجماهير، وهذا شيء طبعاً غير منطقي أبداً. صحيح. صحيح بالفعل. طيب. نبدأ فقرتنا الأولى المانشيتات. نبدأ مع صحيفة الرياضي، كلاسيكو الإثارة والصدارة. أيضا في صحيفة النادي
المانشيت الكبير اليوم في الصفحة الأولى حول ما يتعلق بختام الجولة التاسعة من دوري جميل والمباراة الأهم والأبرز والمرتقبة من كافة الجماهير، الصدارة من راعيها؟ أما في الرياضية فالمانشيت العريض حول التفاصيل الانتخابية والمشهد الانتخابي الغامض، الطعون تهدد بإسقاط عزة والمالك وفتح أبواب الترشح مجدداً. سلمان المالك يقول بأن عادل عزة لم يلعب للأهلي ويعمل في شركة الرئيس، أما عادل عزة فيقول أن سلمان المالك لا يتحدث الإنجليزية وفلوسه إخلال بالمنافسة. أستاذ طارق، ثلاث مانشيتات، ما هو الأبرز بالنسبة لك؟ والله شوف، كل المانشيتات هي مواضيع مثيرة اليوم. إذا جينا لمباراة الكلاسيكو النصر والاتحاد فهي مباراة مثيرة بكافة المقاييس، حتى لو أوضاع الفريق مختلفة. نعم. بالك لما الفريقين قريبين من بعض، الأول والثاني فارق الأهداف أو الثالث فارق الأهداف وفارق نقطة بين المتصدر، فبالتالي أكيد راح تكون مباراة مثيرة يترقبها الجميع، وخصوصا الأندية المنافسة، يعني عند جماهير الناديين والنصر والاتحاد، لكن هناك الاتحاد والأهلي يعني يريدون أحدهم أن يتوقف. أنا أسميها الموسم هذا فارق النقطة، يعني إحنا من العام الماضي وإحنا تبدأ فرق ثلاث نقاط أربع نقاط ويلاحق، لكن هالمرة خمس فرق تفردت صحيح. بفارق نقطة واحدة، وهذا شيء جيد بعد انقضاء ثلث الدوري. نعم. طيب أبو بندر، بالنسبة للمانشيتات اللي استعرضناها، يعني احنا شاهدنا النادي والرياضي اهتمت بالكلاسيكو بمباراة الليلة بين الاتحاد والنصر، بينما الرياضية تحدثت عن المشهد الانتخابي. اختلاف الاهتمامات أو التوجه بالنسبة للصحف، ترى بأن فيه إثراء للمتابعين؟ هو بلا شك أن تنوع المانشيتات وتنوع الطرح بالتأكيد حقيقة كل صحيفة له رؤيتها، وكل رئيس تحرير وطاقمه له اهتمامات معينة. نعم. أعتقد أنه مصادر رياضية مع تواجد الأستاذ بتال القوس أصبحت قوية جدا في كواليس الاتحاد السعودي والانتخابات. نعم. ولديهم حقيقة يعني أكثر من مصدر لمعرفة ماهية الطعون وماهية ما يدور من خلف الكواليس، لذلك جاء اهتمام الرياضية بالمشتت الرئيسي بموضوع الانتخابات، وأعتقد أنه حديث الساعة مع احترام وتقدير لمنافسة الدوري وقوة الكلاسيكو اللي يجمع بين العالمي والمونديال اليوم، ولكن أقول أنه الانتخابات حقيقة هي حديث الساعة حتى في بعض البرامج الرياضية وحتى في المجالس الرياضية والحديث الجانبية بين الرياضيين. نعم. طيب خلونا نشوف ماذا يحدث في المشهد الانتخابي وماذا يجري في تفاصيله الدقيقة والغموض الذي يكتنف هذا المشهد من خلال التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة. نبدأ مع صحيفة الرياض، أول العناوين المختارة لكم والتي نناقشها مع ضيفينا. في صحيفة الرياض، تصادم ثلاثي قبل مرحلة الحسم، أبو عظمة يؤكد سلامة موقفه، المالك تجاوز بدعمه للأندية والنشطة حجة المضادين لعزت. في التفاصيل، أغلقت لجنة الانتخابات العامة أمس السبت مهلة الطعون للمرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم عدد من المبعدين للطعون على قرار الإبعاد وضد المرشحين الذين انتقلوا لمرحلة الترشح. ومن أبرز الذين طعنوا خالد المعمر ضد الدكتور عادل عزت بحجة أن لا
أنه لا يملك الخبرة النشطة، وسلمان المالك بحجة ممارسته للعديد من المخالفات التي تؤثر على قانونية ونظامية ترشيحه، مؤكدا أن قرار إبعاده بسبب عدم تقديم قائمته مخالفا حسب لوائح الانتخابات، فيما قدم عزة الطعن في ترشيح المالك بسبب بعض التجاوزات والخروقات والمخالفات واقتصار دعمه على أندية تصوت أثناء الترشيح، فيما طعن المالك بترشح عزة لضعف الخبرة النشطة لديه. علمت الرياض أن أحد المرشحين قدم إثبات في شهادة خبرة الترشح التي قدمها المالك مصدقا من نادي النصر منذ عام 1417 أي قبل 21 عاما، على الرغم من أن عمره حسب استمارته المقدمة بـ40 عاما، أي أنه كان داعما للنصر منذ أن كان عمره 19 عام، فضلا عن دعمه لفرق النادي ومشاركته في العديد من التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب. ستبدأ لجنة الاستئناف والطعون برئاسة ناصر الصقير اليوم الأحد في إجراءات المراجعة قبل الحسم الخميس المقبل، وسيكون يوم الجمعة آخر موعد لمن يريد الانسحاب، ومن ثم الإعلان النهائي لقوائم المرشحين يوم الاثنين 28 نوفمبر وبدء الحملات الانتخابية. من جهة أخرى، تقدم الدكتور نجيب أبو عظمة بخطاب استئناف ضد قرار إبعاده وقال: تلقيت استشارة محامين عدة قبل تقديم المسودة الخاصة بالاستئناف للجنة الطعون، وأسباب إبعادي خلت من توضيح أو تبرير شافي. أبو فارس، هذا ما يحدث في بعض تفاصيل أو كواليس المشهد الانتخابي، أنت بالنسبة لك كيف تنظر لي هذا المشهد؟ خليني أبدأ من الانتخابات السابقة. نعم، إحنا حديثي عهد بالانتخابات والديمقراطية وانتخاب كذا وكذا، وبدت الانتخابات السابقة يعني جيدة، وكنا نطمح أنه تطور طريقة الانتخاب وأسلوب الانتخاب في الانتخابات المقبلة اللي هي الآن حلت، ولكن ما نراه أستشهد في كلمة الشيخ راشد الخليفة: خربوطة في خربوطة في المشهد الانتخابي. المشهد الانتخابي، غياب الشفافية، غير موجودة شفافية أبدا أبدا. إحنا الآن قاعدين نشوف المرشحين يطعنون في بعض، نعم، لكن هل طعن فيهم أحد في اللائحة، لائحة الانتخاب، لجنة الانتخاب، لجنة الاستئناف؟ بحسب القوانين الموجودة في اتحاد كرة القدم، ما جبناها جديدة، لا يجوز أن يكون رئيس هيئة قضائي عضو في أي لجان عامة. إحنا قاعدين نشوف الآن في رئيس هيئة الانتخاب اللي هو الدكتور خالد بنصر هو رئيس لجنة الانتخاب، وهذا مخالف لدستور اتحاد كرة القدم اللي أقر بالجمعية. هذا أبدا، هاي يعني هذا اللي حاصل الآن. إذا كان الأساس غلط تقول لي جمعية عمومية، وجمعية عمومية قالوا إنه لا إحنا نمشيها، واستشارة من أحد أعضاء هيئة الرياضة اللي هو الدكتور عبد اللطيف الهريش قال إنه يجوز، ولا فرق بين لا يحق ولا يجوز، هذا كله كلام فاضي. هذا كله قاعدين إحنا نلعب في الرأي العام. إحنا عارفين من البداية إنه النظام الانتخابي غلط من أول ما صدر، وحتى بعد ما صدر هناك أشياء غامضة نحتاج إلى توضيح. أن تذكر في نهاية يوم كذا وكذا لازم الساعة 4 تعلن المرشحين، نعم، أعلنوا قبل منتصف الليل الساعة 11 في الليل 11:45، نعم، هذا لا يجوز. بعدين استبعاد المرشحين بناء على إيش؟ لازم نعرف، لازم الجمهور يعرف. الحين أبو عظمة يقول المبررات اللي قدموها لي في استبعادي غير واضحة. إذا للمرشح ما قدموا شيء، تبيهم يقدمون للجماهير شيء؟ ما قدموا شيء. غياب الشفافية، يعني أنا أخشى ما أخشى، هناك يعني في الاتحاد عندنا اتحاد كرة القدم اتحاد غريب، أول اتحاد في العالم أنه تعطى 5 أصوات للجنة الأولمبية، على أي أساس هذا؟ على أي أساس؟ هذا يعتبر تدخل في شؤون اتحاد كرة القدم. أمس الأمير عبد الله مساعد في تصريح له يقول لن أخجل في دعم المرشح، خلص يعني باين المرشح الأفضل. هو واضحة أنه هيئة الرياضة مرشح اللجنة الأولمبية من هو عادل عزة، انتهى الموضوع. ما حددوا بس لا لا لا، هو مرشحهم ومتقدم بالترشيح من اللجنة الأولمبية اللي مرشحته. يعني سلمان المالك
ترشيحه تقدم عن طريق نادي الحزم. بس الأصوات الخمسة خالد لا خلي أكمل. خالد معمر عن طريق نادي السدوس، أبو عظمة عن طريق نادي أحد، نعم، عادل عزت عن طريق اللجنة الأولمبية. الأصوات الخمسة أبو فارس، أمس في التصريح اللي ناقشناه معنا هنا في هذا البرنامج، أن الأصوات الخمسة ستمنح في حال تساوي المرشحين هذا في الأصوات، هذا يعني فيما بعد، هذا تبرير للتفاضل. هذا تبرير. أنا بالنسبة لي أن الأمور محسومة وأن عادل عزت هو الرئيس، يعني خلاص، يعني ترى بأن هناك تجهيز لرئيس خلاص محدد. إيه الرئيس محدد، وأنا ذكرتها في حسابي في تويتر من أول ما أعلنت لجنة شو اسمه قائمة الانتخاب. أجل ليش الانتخابات أنا أقول هذا صحيح اتركونا من هالجدل وخلاص، عينوا اتحاد برئاسة شخص بين قوسين مستقل استابع ضمن هيئة الرياضة وانتهى الموضوع خلاص. احنا شفنا تصادمات كثيرة بين هيئة الرياضة وبين اتحاد كرة القدم واضحة للجميع. خلاص احنا لازم نؤمن انه نحط قائمة تختار، بيختاروها بالتعيين بالمحاصصة باللي هو المهم. الاتحاد هذا يدار بطريقة متوافقة مع هيئة الرياضة. طب أنت على أي أساس استندت على أن عادل عزت هو المرشح القادم أو هو الرئيس القادم؟ أشياء كثيرة تدلك. مثل؟ أول شيء قلت لك الخمس أصوات هذه اللي داخل فيها، وهذه خلاص هذه تكسر أي منافسة. طيب خلنا نصرف النظر عنها بعد التصريح اللي قلته. 42 أندية الدرجة الأولى، هل يعقل أنك أنت تجتمع معهم تقدم لهم دعم 150 ألف لكل نادي؟ لكل نادي في الدرجة الأولى، ويتم اختيار مرشح من الأندية الدرجة الأولى أنه يكون عضو مجلس إدارة؟ واضح. فأنا أعتقد أن سلمان المالك الآن هو في موضع حرج، في وضع حرج. إذا استقال من الآن أو تنحى عن الانتخابات سيزكى يقومون بتزكية عادل عزت. طبعا الطعون هذه وهذه كلها خلاص انتهت. انا اتحدى ان يطلع في قبول لاحد الطعون من لجنه الاستماع. هذا كله يعني شكليات. انا اعتقد انه الان الامور محسومه لعادل عزت بشكل كبير. نعم. الا اذا حدث شيء ما يلغي الانتخابات. طبعا سبب إيقاف الكرة الكويتية، خلينا نقول سبب إيقاف الكرة الكويتية هو تدخل المؤسسة العامة للرياضة في شؤون اتحاد كرة القدم، وتم الإيقاف ولغاية الآن ما رجعت الكويت. طبعا في الكويت هناك أصوات تجرؤ أنها تروح للفيفا، لكن هل يجرؤ أحد من المعترضين أو الطاعنين أنه يروح للفيفا يستأنف؟ إلى الآن ما سمعت أنه هناك تصريح. أعلنوا أنه لن نذهب إلى الفيفا. نعم. وهذا خلاص أجل. خلينا نمشي حسب ما يبي المخرج. طيب خلينا نسمع تعليق الأستاذ يوسف الصلحاني على المشهد الانتخابي. تفضل أبو بندر. والله أنا يعني أتفق مع أبو فارس بعض النقاط وأختلف معه حقيقة بشكل كبير بنقاط أخرى. يعني مبدأ الشفافية ومبدأ الغموض موجود صحيح بالمشهد الرياضي وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات. النقطة الثانية اللي تطرق لها أبو فارس الموضوع أنه أعضاء اللجنة يعني في مخالفة قانونية في لدستور الاتحاد السعودي أنه ما يكونون الأعضاء القضائية بأي لجنة موجودين. هذا يعتقد أبو فارس والمشاهدين الكرام أنه برروه أنه بموافقة الجمعية العمومية أنه يجوز أن إذا وافقوا أن يكون عضو اللجنة القضائية لو كان عضو بالاتحاد السعودي تمشي الأمور يعني باختصار. هذا بعد تفسير عبد اللطيف الفيش انه قالوا فرق بين كلمة لا يحق ولا يجوز. طبعا هو برمة المشهد كله هذا يتحمله. انا بس اعطيني فرصة اتكلم شوي بالموضوع. تفضل. يتحمل الموضوع الجمعية العمومية التي عقدت في شهر يوليو من عام 2014 التي عدلت فيها بكثير من البنود والمواد الأساسية، من ضمنها مثلا تخفيض الأصوات من 69 صوت إلى 47 صوت، ومنح اللجنة الأولمبية إلى خمسة أصوات، والغاء تصويت اللاعبين المحترفين، والغاء اللاعبين الهواة، وتهميش دور المدربين، وتهميش عدة أصوات، يعني أبعدت أكثر من 22 صوت أو 22 صوت أبعدت من وكانت الجمعية العمومية وقتها موافقة وتبصم بالعشرة، لأنه ما أدري ما فيها أحد يعني ما كان فيهم أحد يعني يدرك خطورة تخفيض الأصوات ولعبة الانتخابات في المستقبل. كانوا موافقين
الجمعية العمومية على تهميش دورهم بشكل كبير. هذا الاجتماع كان في شهر يوليو 2014، ولا احد انتبه لهذا المأزق الا يوم جت الانتخابات الان في نهاية 2016. هذا رقم واحد. موضوع عادل عزت، انا ما ادري ليش يعني عادل عزت حقيقة من حقه ان يترشح كمرشح للجنة الأولمبية. انا ما اعرف لماذا الناس يعني سيقولون انه سيكون أداة بشكل واضح بيد الهيئة. الغريب في الامر انه سمو الامير رئيس نادي النصر الامير فيصل بن تركي الله يمسيه بالخير قال علني لاحمد عيد تعرف من كسبك وهذا اخر انذار. يعني واضح ان الانتخابات ما هي مدينه افلاطون الفاضله، هي في كل دول دخلت العالم. النصر دخلت النصر لا في لا قصه لا. في قصه الانتخابات هذه دخلت النصر في قصه الانتخابات. يا ابو فارس انت قاعد تتكلم على اتحاد سابق انتهت ولايته. انا عارف اكلمني أنا عارف. عن ما يحصل الان. الان هو نفس المشهد الان. يعني اذا كان سمو رئيس النصر يعني ظهر وبان وقال يعني يعرف احمد عيد من كسبه، معناته واضح الصوره انه سمو رئيس النصر. لعبه الانتخابات معروفه يا اخي، تكتلات الانديه معروفه. لحظه يا اخي يوسف، احنا ما نتكلم الا الانتخابات ما فيها تكتلات. نعم. وفيها في كل انتخابات العالم، حتى في الانتخابات الامريكيه اللي راحت مؤخرا فيها تكتلات وفيها تحزب وفيها كذا كذا، لكن الموضوع النظام لازم يكون شفاف. نعم. النظام لازم يكون شفاف. تكتلات الانديه، ما اقول لك الانديه، ما كل الانديه تكلم طيب. بعض لحظة، كل الأندية تكلم بعض، والدليل أنه خالد معمر كان في الحسابات اللجنة السابقة كان هو المرشح الأول بفارق كبير، ولكن تم قلب الأصوات. تعرف الأندية تبحث عن مصالحها. نعم. تبحث عن مصالحها، وبالتالي حتى الآن أنا قاعد أقول لك يعني أندية الدرجة الأولى خلاص حلف واحد الآن صاروا يمثلهم مريح المريح في الانتخابات. ما أقول لك غلط، ما أقول لك غلط، لكن أقول لك الأمور واضحة. انت اعتراضك بالتحديد ابو بندر على ماذا في هذا الموضوع؟ انا اقول لماذا الان البحث عن نظريه المؤامره ضد ترشيح عادل عزت؟ يا اخي عبد الله بن مساعد مصلع قدامك. لا خلي اكمل بس يا ابو فارس، الله يرضى عليك. سمو الامير عبد الله بن مساعد كان واضح وشفاف امام وسائل الاعلام، قال ستذهب اصواتي لمن نرى انه يكون في برنامج الانتخابي دعم خاص المرشح الافضل. اي المرشح الافضل. امس ناقشنا يعني هذا الموضوع معنا في هذا البرنامج. يعني الامير كان شرطه الاساسي هو جلب رعاه لدوري الدرجه الاولى والثانيه، وكان صريح ومن يدعم ملف الخصخصه بالتحديد. نعم. ثم الامير كان واضح، ما قال والله اصواتي نحتفظ فيها بانفسنا وبعدين سنعلنها. طيب انت يا ابو بندر، انت ذكرت نقطه مهمه يا استاذ يوسف. انت الان تقول ان هناك ما يسمى بالمؤامرة، أو أن هناك ثقافة المؤامرة اللي قاعد يتعامل معها المجتمع الرياضي في هذا الموضوع. البعض ما نعمل يا أخي، إذا المجتمع الرياضي ما مشى برأيكم على طول مؤامرة، وش مؤامرته يا أخي؟ أنا شفت بعض الإعلاميين يطلعون بتبجح ويتكلمون يقولون أن اللي كل واحد قاعد يحارب اتحاد كرة القدم هذا مأجور. مأجور كيف يا أخي؟ الناس من كافة أصنافها، نصر وهلال وهلال لا اتحاد واهلي واتفاق وكل الانديه قاعده تعترض على الموضوع. خلاص كلنا صرنا ماجورين، لازم تمشي مع الراي الرئاسه ولا تصير ماجور؟ هذا اللي قاعدين تتكلمون انتم، قاعدين تروجون اشياء تقصون. خلني اوضح شغله مهمه. تقصون الراي الاخر، ما يجوز تقصون الراي الاخر. عليك بس انا قاعد اقول لك انا عادل عزت الدلائل موجوده انه رجل عبد الرحمن عبد الله بن مساعد، ولا عيب في ذلك. كان هو رئيس التنفيذي لشركه ورق التابعه للامير عبد الله بن مساعد، واستقال وتقدم للانتخابات. بس خلني اوضح شغله، يعني ابو بندر وابو فارس وكل المشاهدين، لابد ان نكون احنا واقعيين. هناك الان انقسام في الراي العام. إيه لا نقول إنه هناك انقسام في الراي العام. المالك وبدعم نصراوي، خلينا نكون صريحين، بدعم نصراوي. نعم. المجتمع النصراوي ومن يميل لهم. نعم. عزت ايضا نفس الكلام. يعني المجتمع هناك الهلالي. مجتمع الهلالي. نعم. ومجتمع اخر. اي نعم. يعني الهلالي. خلينا نقول اي نعم. لا اسمع، لا تخلي النصر لحاله. هذه موجوده، انقسام بين كل الجماهير الرياضيه وكل الاعلاميين الرياضيين منقسمين. بس الى متى ما نقدر نفهم؟ الى متى وكل موضوع يحصل في الوسط الرياضي بما فيها موضوع. انتخابات اتحاد القدم لابد ان نغلفها بالميول. الى متى الاختلاف لا يفسد الود قضيه؟
كل اللي اعترضوا على الانتخابات اعتراضاتهم قانونية. طيب أنا بندر أنا ما كنت اعتراضاتهم قانونية يعني. اعتراضاتهم على أشياء قانونية يرونها أمامهم. طيب وش اللي قال أبو بندر الآن؟ أنت اعترضت على اتهام النصراويين؟ إيه نعم يقول أنتم قاعدين تأمروا. مش تأمر يا أخي، إحنا لنا الحق أي واحد في الوسط الرياضي أو أي وسط ثاني يبدي وجهة نظره. نعم. ما هو بالضرورة إنه أنا أمشي مع وجهة نظرك خلاص مؤامرة؟ ما قلنا مؤامرة. بس أنا برضو في المقابل أبو فارس معليش، أنا ما شفت أي نصراوي يدعم عزت ولا شفت، والعكس صحيح، ولا شفت واحد هلالي يدعم سلمان المالك. طب هذه مشكلة. أي خلاص مشكلة، هذه مشكلة. أجل حتى الانتخابات، صرنا نتعامل معها بطريقة خطأ. كل الانتخابات حتى في أمريكا ما كانوا الصحفيين الجمهوريين مع الجمهوريين والصحفيين الديمقراطيين مع الديمقراطيين موجودين. ما قالوا عداء، بس هذا ما قالوا عداء. الرياضة غير. لا ما في غير الرياضة، غير في أي شيء. الرياضة إحنا نسعى الآن، نسعى لمعالجة الأخطاء في الوسط الرياضي، صح ولا؟ اللي قاعد يسعى الآن، اللي قاعد ينتقد قانونية اللجنة، واللي قاعد يتكلم في قانونية الترشيح، واللي يتكلم هذا إيش يسعى ليش؟ يسعى الإصلاح الوسط الرياضي. أنا قلت لك في البداية إن أحمد عيد التجربة الأولى إحنا بدال ما نطورها الآن خربناها، عرفت؟ كان عدد الأصوات كذا، شلنا رابطة وعطونا وعود اتحاد كرة القدم، واتحاد كرة القدم قاعد أربع سنوات وهم يخنبقون في النظام الأساسي، شيل وحط. وأنا أتحدى أي واحد يعرف وش رسوا عليه الآن. طيب يا أبو بندر باختصار تفضل. بندر بس أرجو من ما أبو فارس بس عدم المقابل. لا أبغاك مناقشة من رأي الآخر يا أخوي يوسف. مناقشة تفضل أبو بندر. لأن أنا بعيد، أنا يعني ما هم جنبه على الطاولة، مع احترام وتقدير. أنا أقول بالنسبة الآن يعني الدكتور خالد بنصر والأستاذ ناصر صقير، نعم، يعني هم رجال قانون. يعني للأسف أن بعض الزملاء الإعلاميين يطلعون بكل قناة وكل واحد معه يعني مذكر ويفسر له، يعني هل هذول يعني يا أخي واضح قدامك يا أخي، كيف يا أخي مكتوب في النظام لا يجوز كذا وكذا، تقول لي قانونيين ما قانونيين. خلنا نسمع وصل فكرتك يا أبو بندر تفضل. يا أبو فارس، يعني حنا الدكتور خالد الببطين طلع وقال وغرد وراح للفيفا وقال ما راح للفيفا. لا يا أخي ما راح للفيفا، لا تقول لي راح للفيفا. لو راح للفيفا، لو راح للفيفا كان وقفت يا رجل. إلا راح ما راح للفيفا. يا أخي ما راح للفيفا. راح قابل الأمير عبد الله بن مساعد وانتهى الموضوع في عينه. صعد الموضوع الفيفا. أنا أتحداك جاء الرد بالرفض. أو جاء أتذكر جاء الرد بحسب ما تراه الهيئة العامة للرياضة. كلم خالد البطين هذا موجود، كلمه. أنا أتحدى إذا كان خاطب الفيفا. طيب تفضل يا بندر، طلعنا برا الموضوع. أتكلم أتحدى إذا كان الدكتور خالد البطين ذهب للفيفا. طيب تفضل يا أستاذ يوسف. لا تقول أشياء ما هي أكيدة يا رجل. أنا هو على كلامه، أنا ما أكون على كلامه. ما قال بروح للفيفا وبروح بس سكت. طالع غرد هو، قال انا الان بطريق للفيفا. راح ولا ما راح؟ ما راح. قضية ما راح. لا تقول راح، ما راح يا عبد الملك. يقول راح عبد الملك. الدكتور موجود، كلمنا مع الدكتور خالد ببطيل لو سمحت. كلموه يا اخي. طيب ابو بندر تفضل كمل فكرتك عشان نقفل على هذا الموضوع. هو قابل عبد الله بن مساعد وقال له اني استاذنت من يروح الفيفا، قال لي راح الفيفا عبد الله بن مساعد. كانوا ما راحوا من نفسه، ما راح الفيفا. عموما خلني اكمل فكرتي. انا اقول خالد بنصر والاستاذ صقير عندهم من العلم والقانون ما يعني ما يجعلهم يتجاهلون بعض الامور. يعني احنا جعلنا انفسنا قانونيين اكثر منهم. طيب. وجعلنا انفسنا نفهم اكثر منهم يا اخوي. انا قدامي شيء موجود، انا يعني اذا واحد محامي خلاص كلامه منزل. طيب يا ابو بندر يخطئ. ابو بندر اسالك سؤال واضح ومباشر. احنا الان في مجتمعنا الرياضي في الراي العام، هل جالسين نتعامل مع ثقافه الانتخابات بالشكل الصحيح ولا لا؟ انا اسالك سؤال انت من خلال متابعتك الان، هل احنا قاعدين نتعامل مع الموضوع بشكل صحيح ولا لا؟ حاجتين. الاعلام هو من يعني ما الى الان الانتخابات وخالد بنصر والاستاذ الصقير ما قالوا كلمه الفصل بموضوع. الان في فتره طعون وفي فتره يعني استئناف، لما تنتهي الامور تتضح الصوره للمرشحين وقبر الطعون من رفض الطعون. الان كحساء نحكم هل كان انا اليسار الان ثقافه ضجيج من مجتمع حقيقه. للاسف ان انقلبت الانتخابات نصر وهلال، كأن شغلتنا احنا فقط في الوسط الرياضي فقط النصر، من يخدم النصر وهذا يخدم الهلال. كأن الناس ما عنده ذمه ولا عنده امانه ولا عنده ضمير. كان عادل عزت حقيقي يبيع امانته، كأن سلمان المالك يبيع امانته. يا اخي خلنا نثق بالناس، خلنا نجرب كفاءات شابه يا رجل.
لماذا احنا نزرع الان التشكيك الاشخاص يا اخي؟ نزرع الاشخاص انتخابات الفيفا صار فيها طعون وصار فيها حكي وصار فيها كلام، الان صار اللي يتكلم يسوي ضجيج. يا اخي هذا ثقافه الاسكات والتسكيت وتكميم الافواه لا يجب ان تمشي. احنا مجتمع رياضي ولا نعيش في المدينه الفاضله، في كل شيء رياضي يتحمل راي العام يجب ان يتقبل الطرف الاخر، وهذا غير موجود عندنا. ابو بندر سم، انا اقول بتضيف شيء بقفل الموضوع هذا بنتقل لعنوان جديد. انا اقول عادل عزت من حقنا يترشح حتى لو كان محسوب على عبد الله المساعد. عبد الله المساعد كان اكثر واضح، اكثر شخص واضح وشفاف قال سنمنح اصواتنا لمن هو الافضل. لما تشوف يا ابو فارس والمجتمع الرياضي يشوفون الملفات الانتخابيه وسيقدم كل مرشح ويروح عبد الله المساعد يصوت للملف الاقل حظوظ، هك الساعه تلوم اسم الامير عبد الله المساعد ورجل الاولمبيه. دام الامور ما اتضحت ما في داعي نشيل سيوفنا من الان ونبدا نطعن بالرجل قبل ان يبدا العمل وقبل ان تظهر. طعنتوا بسلمان المالك بعد يعني نفس الشيء يا اخي. لا على فكره انا ما اتبع احد، ما أنا تيار لا 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 باين واضح انك انت قاعد تتبنى وجهه هيئه الرياضه بصراحه يا اخوي ابو بندر. لا والله يا ابو فارس احنا هذا واضح واضح يا استاذ يوسف. ابو فارس عشان ما نتشعب في الموضوع ونطلع برا الموضوع او ندخل او نناقش مواضيع ما لا. انا اتكلم ان ثقافه الانتخابات هذا موضوع عام. واحد، اثنين لابد نكون صريحين مع انفسنا ومع الراي العام. هناك انقسام في المرشحين لاتحاد القدم، هناك جيش هنا وجيش هنا. هذا 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 حاصل. نصر وهلال، نصر وهلال، تمام. ثاني شيء، احنا في الوسط الرياضي تعودنا على، انت تقول ان ليش نتعامل مع، تعودنا يعني. انا من يوم طلعت على الدنيا والوسط الرياضي لابد ان في شيء هلال وفي شيء نصر، في شيء نصر في شيء هلال. يعني حتى صرنا كل موضوع لابد ان نقحم فيه نغلفه بالميول، هذا طبيعي. ليش احنا نخفيه يا ابو بندر؟ هذا موجود، هذا واقع يعني حاصل الان في وسط الرياضي. في كل انتخابات الان انا لكن ما تصل ذكرت ما لك ذاك الان ذكرت احنا ما نشكك فيهم، نشكك في احد، احنا ما نشكك لهم الاحترام والتقدير والنزاهه احنا بالعكس نقدرهم ونحترمهم، لكن احنا نتكلم عن كيفيه تعامل الراي العام مع هذا الموضوع، ثقافه الانتخابات. ليش سالتك انا في البدايه؟ قلت لك هل احنا قاعدين نتعامل مع هذا الموضوع بالشكل الصحيح ولا غير الصحيح؟ على الهاتف معنا الدكتور خالد البابطين المحامي القانوني المعروف. حياك الله دكتور خالد. حياكم الله وسهلا. دكتور خالد تسمعني؟ الصوت مو واضح يا شباب. دكتور خالد سم يا مرحبا. حياك الله، معنا هنا في الاستديو الاستاذ طارق بن طالب ومعنا من حايل الاستاذ يوسف الصلحاني، وكان في نقاش حول ما يتعلق بالانتخابات وما يحدث فيها من تفاصيل، و ذكروا أو استشهدوا بموقفك في فترة سابقة باتحاد القدم. أبو فارس يقول أنك أنت ما صعدت الموضوع ولا وصلت للفيفا وانتهى الأمر عند الهيئة العامة للرياضة، والأستاذ يوسف الصلحاني يقول أنك وصلت إلى حدود خطاب من الفيفا. كيف؟ وجاء خطاب من الفيفا. نعم، وصلت إلى حدود الفيفا واشتكيت أو صعدت الموضوع ضد اتحاد القدم. روايتين، ما هي الصحيحة؟ الثانية هي الأصح، اللي هو احنا وصلنا للفيفا والموضوع ما انتهى يعني الى الان. يعني انت وصلت للفيفا واشتكيت ضد اتحاد القدم. نعم، واعطونا اجابه، واعطونا اجابه انهم قالوا حاولوا تحلوا الموضوع داخليا. هذا ابو فارس شفت؟ هي ما رفض. انا قلت لا لا ان الموضوع ما جاء وصل الى الفيفا بالرفض. ما جاء. انا اتذكر لا ان الموضوع وصل للفيفا وجاء حتى الرد، قالوا انه بحسب ما تراه الهيئه العامه او المؤسسه الرياضيه لديكم. لا هو قال الان غير كلام، قال انه يجب انكم تحلوا الموضوع داخليا. نعم، الموضوع ما انتهى. طيب طيب دكتور خالد، باختصار المشهد الانتخابي خلينا نستغل وجودك معنا، كيف تنظر له؟ كيف تفسر الان التفاصيل الحاصله في الوسط الرياضي حول ما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا؟ والله يعني انا ماني راضي عنه من الناحيه القانونيه، ماني راضي عنه في كثير من التجاوزات، بدءا بتشكيل لجنه الانتخاب من اعضاء لجنه الانضباط. هذا اول تجاوز ومخالفه ظاهره يعني. نعم. الامر الاخر يعني طريقه الاداء ايضا، تاخر في اصدار القرارات، يعني بدل ما تصدر في نفس الوقت يمضي يوم كامل ما تم اعلام المعنيين. ايضا موضوع شرط الخبره وكيف يتم استيفاء هذا الشرط،
ومن ناحية أهم من هذا كله الشفافية في الأداء. القرارات ما تصير غير معلنة. فقط إبعاد فلان أسباب إيش ما هي واضحة. قبول فلان بالرغم إنه ما هو مستوفي لذات الشرط حسب الظاهر. يعني مثل هذه الجوانب يعني ملاحظات جوهرية. أرجو الله لهم التوفيق. يعني المشهد الانتخابي بالنسبة لك كأحد العاملين سابقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي كمحامي وقانوني ترى بأن المشهد بالنسبة لك غامض غير واضح. نعم صحيح أقل من المستوى المطلوب كثير. طيب من اللي أوصلنا إلى مرحلة الغموض هذه؟ والله طريقة إدارة الاتحاد بشكل عام وأنا أحمل المسؤولية في المقام الأول الجمعية العمومية. الجمعية العمومية ما قامت بواجبها يعني بشكل جيد. يعني هي تحاول الأفراد الموجودين يحاولون يحمون مصالحهم. نعم. وفي نظرة ضيقة يعني مفهوم الانتخابات مفهوم الإدارة بشكل عام. وهذا يعني الحق ضرر بالنيابة بشكل عام. نعم. طيب بتضيف شيء دكتور خالد؟ أبد سلامتك. شكرا لك، شكرا لتجاوبك معنا لتوضيح الصورة. والنقاش اللي حصل بين ضيفين أستاذ طارق بن طالب ويوسف الصلحاني. أبو بندر على عجالة باختصار عشان بنقفل في هذا الموضوع لأن عندي سيل كبير من التغريدات، الزملاء يقولون لي أن هاشتاق عالم الصحافة وصل للترند. تفضل. أول شيء أشكر لكم حقيقة لاتصالكم بالدكتور البابطين وتأكيد الكلام أنه أذكر أنه راح للفيفا. نعم. بس ما جاء رفض زي ما قلت، ما جاء خطاب بالرفض. نعم. أبو فارس تقول ما راح أبد، أبو فارس لا تكابر تقول أنت ما راح أبد. أنت قلت جاء خطاب بالرفض. لا لا انا لا 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 انا اللي قلت اللي بعدها اللي بعدها ابو بندر خلاص اللي بعدها الحلقه مسجله الحلقه مسجله انا قلت راح للفيفا فقط وجاء خطاب من الفيفا قلت لا انا قلت راح للفيفا ولا استفاد شيء بنرجع الموضوع مره ثانيه لو سمحت ابو بندر اللي بعدها تجاوز النقطه هذه عندنا زهايمر يا ابوي انت قلت ان جاء رد من الفيفا بالرفض انه تفضل ابو بندر تفضل الامر الثاني بالنسبه للموضوع الانتخابات كلنا نتفق على انه عدم الشفافيه موجوده انا اقول الدكتور خالد بن نصر والدكتور الصقير ان شاء الله على مستوى الثقه والمسؤوليه وثق ثقه تامه انه لو كان في خلل قانوني ما رضي لا الاستاذ احمد عيد بان يعملون بخلل قانوني لانهم ناس مؤتمنون على عمل اضف الى ذلك ان شاء الله على قدر المسؤوليه وسيظهرون الطعون ستظهر النتائج ان شاء الله تعالى بما يرضي ضمائرهم ويرضي المجتمع الرياضي قدر المستطاع نعم على هاشتاق عالم الصحافة قبل ما ننتقل لعنواننا الجديد زيدان أحمد يقول الصلحان يروح ويجي على النصر أيضا واحد يقول أتمنى من ضيفك أن يبين لنا هل تلغى أصوات اللجنة الأولمبية لكي يكون هناك نزاهة في موضوع الانتخابات أبو سلطان يقول ضيفك يصرح أن القانوني هم من شرعوا القانون انتخابات والقانوني خالد برشيد وعده صرحوا أن لجنة انتخابات غير قانونية أيضا الدكتور خالد البابطين قبل شوي من خلال حديثه للعالم الصحافة ذكر بأن اللي حاصل الآن غير قانوني هناك تجاوزات كبيرة محمد المتحمي يقول للأسف كثير من يهم الشأن الرياضي دائما يبحث عن العلل التي تجعل نظريته هي الصح ونتجاهل الأمانة ونشكك في الذمم أبو الأمل الملكي يقول أبو فارس لديه كمية معلومات تدل على الثقافة الرياضية العالية يستاهل أبو فارس بس قبل شوي وضحنا له الصورة يمكن شو وضحت الصورة وضحت لي أني ما أعرف معلومة لا 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 بس أتكلم عن أن الموضوع هذا تحديدا أبو فارس إحنا ناقشناه هنا أنا أتذكر شخصيا قبل ما يرد أبو بندر إيه؟ أن موضوع أن بابطين وصل الفيفا أنا ناقشت هذا الموضوع يمكن ما عندي علم فيه لكن ما عندي علم أن الفيفا رفض هذا اعتراف طيب الفيفا لم يرفض متابع نصراوي يقول عبد الله بن مساعد قال سأدعم أحد المرشحين ما قال سأدعم المرشحين قال سأدعم المرشح الأفضل سأدعم الجاهز أيضا يقول سلمان مالك يحظى بدعم قوي من شخصية نصراوية مهمة جدا في الدولة ويحاول الإعلام النصراوي أن يضع في دور الضحية المملكة الرأي العام يعبث به جروب خيرة وإعلام القصر وحلفائهم عبد الرحمن الفوزان أحمد عيد الذي فاز بفارق صوت واحد ألم يكن مرشح اللجنة الأولمبية والحائز على أصواتها طيب مجموعة من الأراء إن شاء الله راح أرجع لها بعد قليل نتحول إلى موضوع آخر حول مباريات الجولة التاسعة من دوري جميل في صحيفة الحياة الاتحاد والنصر
قمة وثمارها قمة. طبعا في التفاصيل تشهد المرحلة التاسعة من دوري جميل قمة من نوع مختلف عندما يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر اليوم الأحد في مواجهة بطلها سيذهب إلى قمة جدول الترتيب. ويتطلع الاتحاد لإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده عندما يستضيف النصر في مباراة مهمة يسعى من خلالها كل فريق للفوز. فالاتحاد الذي يحتل الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن أقرب منافسيه يأمل تجاوز عقبة ضيفه الصعبة والتمسك بالصدارة لمرحلة جديدة، ولا سيما أن الفريق يعيش استقرارا فنيا لم يعهده منذ سنوات. في المقابل يطمح النصر إلى استثمار روح لاعبيه العالية لتحقيق انتصار جديد يكفل له البقاء على مقربة من الصدارة، ويسعى النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في مباراة يتوقع لها الإثارة والندية، ولا سيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققها كل فريق في المراحل الماضية. طبعا هذه المباراة يقودها تحكيميا طاقم تحكيم أجنبي من سلوفينيا، كل التوفيق للفريقين. أستاذ طارق بن طالب، بالنسبة للاتحاد والنصر قمة ينتظرها الكثير، وحتى نتيجتها ربما أيضا تؤثر في نتائج الفرق الأخرى أو الترتيب. بكل تأكيد احنا ذكرنا ذا في بداية الحلقة أنه الدوري هذا فارق النقطة هو الموجود، إذا فاز النصر راح يصير 21 نقطة، إذا فاز الاتحاد راح يتفرد بالصدارة. نعم، هناك مباريات كثيرة سنشاهدها في الدوري، خصوصا الفرق المتصدرة الدوري الخامسة أو الستة الأولى. نعم، تقاطعات المباريات هي ستحدد بشكل كبير. أنا أقول الدوري هذا مختلف عن الدوري العام الماضي لأنه يعني 5 أندية قاعدين نشوف تلاحق بعض، يعني في الدوريات الثلاثة الماضية كنا نشوف بعد الجولة السادسة أو السابعة تبقى ينفرد فريقين يقودوا كوكبة الفرق، لكن نعم. الآن اللي موجود عندك في مباراة الهلال أيضا مع الرائد، إذا فاز الهلال وتعادل الفريقان راح يتصدر الهلال، والأهلي والباطن نعم. راح يتجاوز الشباب الأهلي، وبالتالي احنا الآن أعتقد في ثلث الدوري وبدت الآن تبين منهم الفرق المقدمة من هي فرق الوسط ومن هم فرق المؤخر. نعم، النصر اليوم ممكن يتأثر في ظل الغيابات اللي طرأت على التشكيلة الفترة الأخيرة؟ يعني أنت تتكلم على 4 لاعبين أساسيين من ضمنهم الجبرين إن شاء الله ربي يعود، أسماء كبيرة مؤثرة، حسين عبد الغني، الفريدي، عبد الله النزي، كلهم لهم أسماء ثقل، لكن في الجانب الآخر يتمتع النصر باستقرار فني كبير. نعم، يقوده مدرب شجاع متمكن يعطي الفرصة الأفضل، والدليل أنه سيلعب اليوم في لاعبين كانوا في منتخب الشباب. نعم، اللي هم عبد الرحمن الدوسري وسامي النجاي، واستغنى عن لاعبين كبار لأنه غير جاهزين، وهذا أعتقد ما تحتاجه كل الفرق، أن المدرب لا يحابي أحدا، يلعب بالأجهز فنيا حسب رؤيته. نعم، أما الاتحاد قبل الاتحاد أبو فارس، في مشكلة حقيقية مالية في النصر بصفتك يعني مهتم قريب من الشأن النصراوي؟ احنا قاعدين كل يوم نسمع خبر جديد، امس هنا معنا في البرنامج ناقشنا ان نايف هزازي الان عنده حقوق ماليه يطالبها من النصر. احنا سمعنا برضو يعني في انديه اخرى في لاعبين، صحيح كل الانديه بس انا اتكلم تحديدا في النصر، طالما ان حديثنا عن النصر اتكلم في كل الانديه يعني احنا سمعنا الان نواف العابد طالب مقدم عقده موجوده. هل الهلال يعاني ماديا؟ استبعد المدرب، بنجي عليه. هل الهلال يعاني ماديا؟ لا، انا اقول كل الانديه عندها مشاكل ماليه، هذه متفقين عليها. خلينا نتكلم بشكل عام. المشكله في النصر حجم المشكله كبير في كل الانديه، كل أندية كبير ما عدا ناديه. الاتحاد يعاني أكثر من النصر. الاتحاد أزمته المالية جعلته يحرم من المشاركة في في دوري الأبطال، الحصول على الرخصة الآسيوية، وبالتالي المشاركة فيه. لكن نتكلم إحنا عن المباراة الآن، قاعدين نتكلم فنيا، دخلتنا ماليا. لا إيه؟ كله مرتبط. أنا أتكلم فنيا، أنا تكلمت عن المباراة فنيا، تكلمت عن غيابات النصر وغيابات هل عبد العزيز الجبرين هل عبد العزيز الجبرين مالياً؟ لا. هل حسين عبد الغني مالياً؟ كل الغيابات. هل عبد الله العنزي مالياً؟ بس أمس نايف هزازي في عكاظ يقول لك يا أخوي أنا أتكلم صار يساوم النصر. تدخلون في سالفة ندخل في سالفة ترجعون أنا للأندية. أنا ما أدخل في سالفة، أنا أقول لك موضوع مرتبط. أنا قاعدين تسألني فنياً في مباريات الدوري، يا سلام عليك، ومشينا فيها قلت لك قبل ما نروح للاتحاد طلعتني مخرج ثاني. لا ما طلعتك، خلصنا فنياً يا أبو فارس. يا أخي احنا خلصنا الموضوع فنياً، الآن نتكلم عن الغيابات. الغيابات وش سببها؟ الغيابة قلت لك عبد العزيز الجبرين إصابة،
حسين عبد الغني عدم جاهزيته فنيه، احمد الفريدي تكلموا كثير على مشكلة مادية ورجع للتمارين. طب ليش وقف؟ لا مشكلة مادية. لا رجع للتمارين رجع للتمارين من يوم الاربعاء لكنه غير جاهز فنيا، قرر المدرب عدم اشراكه. عبد الله النزي قرر عدم اشراكه. المسألة ما هي غيابات فنية، ما هي غيابات مالية، هي غيابات فنية. واذا قلت لك ان المدرب زوران مدرب شجاع وهذا ما نحتاجه في الأندية يلعب في اللاعب الجاهز فنيا. يجي ابغى اتكلم في الاتحاد عشان اطلع من الموضوع هذا. لا قبل ما اتكلم لا الاتحاد انا لازم اوضح موقفي. انا ما راح اتكلم ما راح اتكلم هذا الشيء راجع لك. انا اتكلم لك عن لازم اوضح موقفي. انا تكلمت عن النصر، تكلمنا فنيا، تكلمنا على الغيابات، سبب الغيابات. هذا موضوع احنا كنا نتكلم في الانتخابات. دخلتونا النصر، دخلتونا فيصل بن تركي في الانتخابات. ما هو انا اللي دخلتك. اي نعم ما هو انا اللي دخلتك. وانت الان قاعد تدخل تتكلم فنيا على الدوري. يا ابو انا ايش جايبك عشان اناقشك يا اخي؟ انا قلت لك رايي يا اخي. انت من حقك انك تجاوب او لا تجاوب. خلاص انت من حقك تحكي اللي تبيه. الان ما راح اجاوبك. خلاص كيفك ابو بندر، تفضل. وضح اللي كنت بتقولها انت. اللي هي قلت انا خلني اكمل كلام. انا قلت لك، انا اتكلم لك عن النصر، تكلمنا فنيا، تكلمنا عن الغيابات، سبب الغيابات. ما هو بالضروري اجاوبك. بعدين على فكره، كل شوي طلعت لنا مشكله في النصر، لازم اناقشك فيها يا ابو فارس. وليش ما تناقش؟ طب انت شفت الخبر امس في صحيفه عكاظ؟ ليش ما تناقش قصه نواف العابد؟ الحين بنرجع الهلال. الحين بنرجع الهلال. انا اتحداك تفتحها بنفس العمر. ليش تتحداني؟ انا الحين برجع الهلال بتكلم فيها. ما هو مشكله غيابات نواف العابد وتاثيره على الهلال. تفضل يا ابو بندر. برضو نرجع لثقافة المؤامرة. ماذا انت قاعد تقول نفس الكلام؟ لا يا ابو فارس معليش، هنا ما تجي تعلمني هنا. معليش لا لا اقول رايي. اقول رايي ولا الاحترام ولا انت تعلمني ايش اقول. ما تجي تعلمني هنا كيف ادير البرنامج. ولا انت تعلمني ايش اقول وايش ما اقول. لو سمحت انا ما اقول. الا قاعد تعلمني وتفتي علي، قاعد وتنظر علي. ليش جايبك انا ما لك حق تعلمني. لو سمحت من جاي تعلمني؟ لو سمحت من جاي عشان ما يتطور الموضوع. لو سمحت لا من جاي تعلمني؟ ماني عالم ولا تعلمني. انا ادير البرنامج بالطريقه اللي تناسب لي. اقول رايي بكل امانه وبكل صراحه. ما حد قال شيء. ما حد قال لك تقول رايك. احنا ليش جايبينك عشان تقول رايك؟ اي نعم اقول. احنا ليش جايبينك عشان تجي تقول رايك؟ اقول رايي بدون اي تحفظ. لا بس اذا قلت علي شيء او اتهمتني بشيء انا لازم اوضح. ما قلت لك شيء. انت تقول ليش ما تناقش نواف العابد؟ خليك مهني. خليك مهني. انا مهني الحين قاعد اناقش النصر. خلني اجي على الهلال. اذا جاء موضوع الهلال وما فتحت موضوع نواف العابد ذيك الساعه تعال اتهمني. تفضل تفضل ابو بندر لو سمحت. تفضل باختصار. النصر حقيقه الاتحاد. خلنا في الاتحاد يا استاذ يوسف. الاتحاد اتوقع انه يعني يعاني كما يعاني النصر من غيابات. كهرباء غير جاهز، اكثر عنده كذلك مشاكل ماليه. لكن انا اقول النصر اليوم اجهز رغم الغيابات. النصر مستقر نفسيا، مستقر فنيا. النصر يملك حقيقه عناصر داخل الملعب مؤثره، ويظهر ان النصر لن يفوت هذا الموسم بدون بطوله. الاتحاد يغيب الرئيس الله يشافي زوجته، لديه بعض المشاكل الفنيه، مشاكل ماديه. اتصور انه النصر اليوم حظوظه اكبر بالفوز رغم النقص العناصر المؤثر، خصوصا في غياب الكابتن حسين والكابتن الجبرين الله يشافيه. طيب من صحيفة الحياة ننتقل إلى صحيفة أخرى، صحيفة الوطن، الحديث أيضا عن استكمال مواجهات الجولة التاسعة. في صحيفة الوطن، الأهلي يتدرب على ملعب الباطن والهلال ينفي انتقال الفرج. جاء في التفاصيل، أصر مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي السويسري غروس على أن يجري فريقه مرانه الأخير أمس على ملعب نادي الباطن، سعيا منه على أن يعتاد اللاعبون على أرضية الملعب التي ستحتضن مواجهة الفريق أمام الباطن اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري جميل للمحترفين. وكانت بعثة الأهلي غادرت عصر أمس إلى حفر الباطن. في الجانب الآخر، فيما يتعلق بالمباراة الأخرى، الهلال ينفي انتقال الفرج. نفت مصادر مقربة من الشأن الهلالي ما تم تداوله مؤخرا حيال انتقال لاعب فريق الأول لكرة القدم في النادي الدولي سلمان الفرج إلى الأهلي. وبينت المصادر أن اللاعب سيوقع خلال الأيام المقبلة على تجديد عقده مع ناديه. ميدانياً اختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي تحضيراته لمواجهة الرائد اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري جميل للمحترفين. أبو بندر، الأهلي والباطن والهلال والرائد. والله أشوف
الباطن يمكن مع تغيير الجهاز الفني والكابتن خالد البروني ممكن يعني يكون فيه ثورة نفسية وحماس على أرض الملعب. نعم. والباطن على ملعبه حقيقة صعب، ممكن يعني الأهلي سيفوز لكن ربما يعاني في نهاية الأمر، قد يفوز بفارق هدف بالكثير الأهلي أو 2-1 أو 3-1 بالكثير. نعم. الباطن لديه عناصر وخالد القروني خبير بأوضاع نادي الباطن، وأضف ذلك أن كابتن خالد القروني حقيقة من الناس اللي يجيد الخطط التقفيل الدفاعي. الأهلي كما قلت لك يملك عناصر أقوى وعناصر متجانسة ومدرب حقيقة عائد بنفسية مفتوحة لمعاودة الانتصارات، لكن سيصطدم بعدة عقبات من ضمنها أرضية الملعب، وكذا لأنه أول مرة الأهلي يلعب على هذا الملعب. أضف إلى ذلك أن كابتن خالد القروني ربما يحدث ثورة نفسية في نفوس لاعبي الباطن. نعم. مباراة الهلال والرايد على الورق هي محسومة لفريق الهلال، ولكن الرايد ربما يفاجئنا حقيقة مستوى قد يحرج الهلاليين على أرضهم خاصة بعودة اللاعبين الدوليين. فالرايد ظهر هذا المستوى مع عودة الرئيس الذهبي الأستاذ عبد العزيز التويجري بصورة جيدة، وإلى الآن مركز مطمئن ويمشي بخطوات جيدة، لكن على الورق الهلال أفضل، لكن داخل الملعب ربما الرايد كل كلمة تحرج كذلك فريق الهلال رغم أنه مدجج بعناصر دولية وعلى أرضه وبين جماهيره. طيب ممكن يتأثر الهلال بالغيابات الحاصلة فيه، على سبيل المثال كابتن نواف العابد عنصر مهم وقدم أداء مميز الفترة الماضية مع المنتخب أو مع الهلال. والله شوف بندر، أنا الهلال تصوري مشكلة، ما هو سبب الغياب؟ لا مشكلة الهلال عنده عناصر بديلة تكلم فيها. لا أنا والله ما ترى، ما أنا قريب أبو فارس يعني الهلال. لا أنا أقول بندر، أقول بندر. لا أنا جايك يا أبو بندر. كلمة أخيرة بس، الهلال مشكلته فنية، وأعتقد أن الهلال سيعاني مع دياز. الهلال سيعاني حتى يتأقلم مع دياز، ربما يعاني الهلال كثيرا حتى تنتهي الحفلة ويشوف وش الهلال موقفه من هذا المدرب وكيف طريقة التأقلم مع هذا المدرب. اختلفت الروايات في موضوع استبعاد الكابتن نواف العابد أبو بندر، إذا عندك معلومة دقيقة. يعني هناك أخبار تحدث عن مطالباته المالية، هناك أخبار تحدث عن عدم جاهزية المدرب، يقول عدم جاهزيته الفنية، وأيضا هناك أخبار تحدث عن بعد عودته من مباراة اليابان سافر إلى خارج المملكة. نعم، يعني روايات مصافر كثيرة في هذا الموضوع. ليس سرا أن نواف العابد له مستحقات، ولا سمعنا فرج الطالب بعقد حقيقة يعني أعتبره أنا خيالي يقارب 10 مليون في أو 8 مليون في العام الواحد. نعم. في ظل الظروف أعتقد أن الهلاليين كذلك عندهم مآزق مالية كما هو حال النصر. وأنا أسترجع كلمة أقول لك، النصر إذا ما استطاعت إدارة النصر بسمو الأمير فيصل وعبد الله العمراني معالجة الأوضاع المالية، النصر يظهر بشخصية، أعتقد أنه سيظهر بشخصية البطل مع مرور الوقت متى ما تم علاج. ونقص المال ما هو عيب يا أخي في الأندية، كثير من الأندية ظهرت الديون على السطح. نعم. النصر ديون بالمئات المليون. طيب احنا قاعدين في الهلال نتكلم يا أبو بندر، خلصنا من النصر. أقول لك ما هو عيب، الهلال يعاني والأندية كلها تعاني، فما أدري ليش أبو فارس منفعل أنه النصر حقيقة عليه ديون، الهلال عليه ديون، كل الأندية نادي الشباب، نادي الشباب لعب أول الجولات بدون أجانب. طيب. دولة الداخل سمو الأمير خالد بن سلطان كان الشباب الآن يكون يصارع للبقاء. نعم. طيب الحين أبو بندر نتكلم عن بالنسبة للمطالبات المالية، حنا متفقين أن كل لاعب له الحق أنه يطالب ناديه إذا تأخر في سدادها، صح ولا لا؟ نعم. لكن الآن المشكلة أن الأندية الآن ما هي جالسة تتعامل مع اللاعبين بطريقة احترافية في موضوع تأخير المستحقات أو الدفعات أو المقدم العقد، فتطلع أن تظهر لنا مشكلة كبيرة، وإحنا دائما نقول أن نحمل اللاعبين المسؤولية الكبيرة فيها. السبب وش؟ هل الرابطة، رابطة المحترفين التزمت بسداد ما عليها؟ هل قناة الناقل للدوري السعودي التزمت؟ هل تعلم نادي الاتفاق الآن في الجولة التاسعة من دوري جميل وحتى الآن لم تصرف لهم وكافة الصعود التي لها تقريبا الآن عام كامل؟ هل تدري أن القناة الحاصة على حقوق الدوري السعودي لم تصرف حقوق النقل سواء في دوري الجميل وكذلك الحقوق الدوري الدرجة الأولى؟ نعم. أعتقد أن إذا تطالب الإدارات، تطالب الجهات المختصة وجهات المسؤولة بمبالغ، واللاعب والأندية تطالب واللاعبين يطالبون. طيب. في حلقة متصلة. طيب. متصلة، لكن بالشاهد يقول أبو فارس كل الأندية تعاني، وليس أنه لما نقول أنه ناديك النصر يعاني أنه صحيح مثار أنك تنزعج يعني. أخيرا أمس صحيفة الجزيرة وصفت موقف العابد مع الهلال بالخذلان، تتفق معهم في هذا الوصف؟
والله شوف لاعبين الهلال حقيقة أكثر اللاعبين الحاليين كل لاعبين المملكة الآن لاعبين مدريدي. نواف العابد، نواف العابد في تصرف العابد حقيقة. نواف العابد استبشرنا خيرا في الشهرين الماضيين مع المنتخب مع الهلال، ظهر بصورة جيدة، لكن ربما يعود لسيناريو المربع الأول، المماطلة والتخاذل والمغادرة بدون إذن النادي، ربما يعود نواف العابد إلى مربع التوهان. نعم طيب أبو فارس نتكلم عن المباراتين باختصار لو سمحت. مباريات مهمة للفريقين خصوصا الأهلي والهلال. أعتقد الأهلي بدأ يستقر فنيا ويقدم مستويات جيدة. نعم. أما بالنسبة للهلال، الهلال طبعا فريق كبير ويملك نجوم ومدرب كبير، وأعتقد أنه بسهولة سوف يتجاوز الرائد، مع أن الرائد كان يقدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة. وترتيب الرائد أول مرة من 3 مواسم وإحنا نشوف الرائد في 6 و7 الآن، يعني فموقف مريح. العام الماضي كان انتهى الدور الأول ما كان يملك إلا 2 أو 3 نقاط. نعم طيب يعني نقدر نقول الهلال هو الأقرب. الهلال والأهلي هم الأقرب للفوز. بتضيف شيء في موضوع الكابتن نواف العابد تبي تعلق عليه؟ لا لا أقول هذا بالنسبة للأندية وبالنسبة للمحترفين وبالنسبة للاحتراف، قالوا أنفخ يا شريم، قال ما منبرطم، ما في دراهم، ما في فلوس، لا الاتحاد يدفع. عندنا مشكلة في الدورة المالية، اتحاد كرة القدم مقصر في حقوق الأندية. نعم. وبالتالي الأندية تنعكس على تقصيرها في اللاعبين، إضافة إلى مغالاة الأندية في العقود. أنا أعتقد لو كل الأندية التزمت بالسقف اللي هو 2,400,000 غير اللي يجيك من تحت الطاولة ومقدم العقد وكذا وكذا، كان إحنا بخير بألف خير. لكن الأندية لا تلتزم. لا تلتزم. نعم. في ثغرات وفي في التزام، يعني في ان العقد الموقع 1,400,000 لكن يجي يقول لك اعطني 6,000,000 اولها وخلص عوض لي الباقي، في الاخير تصير مشكله بين النادي وبين النادي. صحيح ابو بندر عشان نقفل الموضوع عندي مقاله اليوم. طبعا ابو فارس طبعا هو رجل حقيقه، يعني رجل مال واعمال ويعمل في السوق السعودي، وقال كلمه مهمه جدا، انه عدم التزام الانديه، يعني لجنه الاحتراف ما قصرت ووضعت سقف اعلى، ولكن عدم الالتزام به هو ما يدخلها في هذه الدهاليز وهذه الانفاق وهذه الصدمات مع اللاعبين. يعني راتب شهري لبعض اللاعبين 500,000 600,000 شهري، اذا كان 10 لاعبين يعني حوالي تقريبا 7,000,000 شهريا تصرف في الانديه. اعتقد المبالغ حقيقه خياليه كما تفضل الزميل والاستاذ ابو فارس. نعم طيب انا شفت عقد لاعب وما نبقى اسمه طبعا، راتبه 593,000 ريال شهري. وشفت لاعب راتبه 712,000 ريال راتب شهري، وتبينا في النهاية ما نتكلم عن أزمة ما مالية. نتكلم على أزمة مالية. طيب نختم حلقتنا بفقرة عالم الصحافة، فقرة مقالة اليوم المختارة من صحيفة الرياضية للكاتب نبيه سعاد. تحت عنوان الخصخصة وسيلة وليست غاية، طبعا المقال طويل لكن بنحاول أن نقتطع جزئية مهمة حول ما يتعلق بالخصخصة. قال الخصخصة باختصار عبارة عن نقل الملكية العامة إلى الخاصة بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل بآليات السوق وبأسس تجارية من الأهمية بمكان أن تتزامن مع تهيئة البيئة المحيطة بها كالمالية والتحتية والقانونية. فكثير من الأنظمة واللوائح الحالية يجب أن تتغير بما يتواكب مع الخصخصة، مع البحث عن الطريقة الملائمة. وإن كنت أرى أن ترويج الأسهم أفضل طريقة، لأن ذلك يساهم في مشاركة شريحة أوسع من المجتمع، وذلك ينمي الانتماء ويجعل الكل حريصا على النجاح. طبعا هو تحدث عن إيجابيات سلبيات، لكن المجال لا يتسع لي قراءتها بالتفصيل. كانت هذه مقالة الأستاذ نبيه سعاتي. بصفتك متخصص أبو فارس، الخصخصة احنا جاهزين لاستقبال هذا الملف الكبير والهام والحساس في الوسط الرياضي، الخصخصة الرياضية؟ يعني هو شوف تكلم على البيئة انت قبل ما صحيح تبدا في مشروع، هل احنا جاهزين لاستقبالها؟ انا بالنسبة لي لا الان لا، ما احنا جاهزين ولا في تحركات في هذا الجانب، ماني قاعد اشوف شيء. لذلك حتى ماني قادر اشوف وش الخصخصة، هل هي خصخصة مطلقة ولا خصخصة مقننة؟ انا اعتقد ان راح تكون خصخصة مقننة وليست خصخصة مطلقة. كبداية هذا حديث الأمير عبد الله السعد، يعني خصخصة مقننة بتكون، بتبدأ بكذا نادي بعدين بطريقة، حتى طريقة الخصخصة أنك أنت تجهز الشركة أو تطرحها للسوق. هنا لن تطرح في السوق،
واعتقد البيئة الاستثمارية يجب ان نعمل على البيئة الاستثمارية في الرياضة بالنسبة لملكيات الدولة، تصرف الأندية بحقوقها الخاصة. هذه يجب ان تعطى. انا ما مو معقولة ان اجي اشتري نادي والتزم برعاية التلفزيون لمبارياتي، ما ابغى تنقل مبارياتي، تذاكري انا احددها مو انت اللي تحددها، عرفت؟ فهذه مهي واضحة بالنسبة لنا، لذلك صعب الحكم الآن على نجاحها وعدم نجاحها. خلينا نشوف، خلينا نكون شفافين، نعم، وبعدين نتكلم. نعم أبو بندر شكرا لك، أنا ما عندي وقت باختصار شديد لو سمحت. لا يعني إذا ما أقرت الخصخصة أبو نواف، كيف ستعالج موضوع النقل التلفزيوني الذي يعني حصلنا على قنوات ام بي سي مده 10 سنوات؟ هذا النقطه الجزئيه تحتاج حقيقه للتفصيل، خصخصه والنقل التلفزيوني المحتكر لمده 10 سنوات، ما ادري كيف تجي العمليه هذه. وصار نعم. تذاكر محدده. نعم شكرا لي الاستاذ يوسف الصلحاني الاعلامي الرياضي. ابو بندر يعطيك العافيه، شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا لك وشكرا للزميل ابو فارس، واقول ان شاء الله تعالى القلوب نظيفه من كل النقاش. لا اكيد ما في شك، يعني اختلاف واختلاف اراء، يعني نقاش حتى وان كان يمكن وصل لدرجه الحده لكن يظل الاحترام والتقدير. يعني انا الاستاذ طارق بن طالب او يوسف الصلحاني او اي اعلامي تواجد معنا هنا، مهما تطور النقاش لابد ان يكون بيننا المحبه والود والتقدير والاحترام، ولولا احترامنا وتقديرنا لكم كما وجهنا لكم الدعوه واستضفناكم في برنامجنا. ابو فارس يعطيك العافيه، شكرا لك. الله يعافيك. كثير من الاراء من على تويتر، تغريدات، تعليقات، ترند، اغلبهم يقولون اليوم ابو فارس متوتر. لا ما متوتر، لا لكن انا في شيء، لكن انا اقول يجب، احنا قاعدين نتكلم ثقافه قبول الراي الاخر وهذه غير موجوده، ويجب نبداها من برامجنا الرياضيه. برامجنا الرياضيه يجب ان نحترم ما يقوله الضيف وليس ان نحاول تصادم. لا ابدا ما في تصادمات ولا شيء، احترامك موجود، احترام الراي الاخر. انا 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 قلتها قبل شويه ابو فارس، احترامك موجود، لولا احترامنا لك ما استضفناك. لكن ايضا مو معقول، انا مو معقول ان تجي معلومه او كلام او نقاش او اتهامات وانا اسكت عنها وامررها، بتحصل علي في نهايه. اوكي كل الانديه احنا نتكلم في موضوع، قلنا كل الانديه تعاني ماديا. صحيح. وانتقلنا لموضوع ثاني لما الاخ ابو بندر تكلم في الموضوع، بس انت حسست هو موضوع مشاكل ماليه في النصر، صح ولا لا؟ ابو بندر هو يتكلم عن مشكله الهلال، ذكر النصر، صح ولا لا؟ صحيح. ليش تحسسون من اللي اقوله؟ لا لا ما تحسسنا ابدا، بس انت بعد لا تتحسس لما اسالك عن مشكله صايره في النصر. انا شوف اسمع، اتمنى هالبرامج انه نحن نناقش راي عام ولا نناقش انديه وميول. انتم اللي فتحتوا موضوع النصر والهلال، انا اتكلم عن موضوع عام. انت اللي فتحت موضوع، اتكلم في موضوع فنيا دخلتي في ماليا ابو فارس. عموما على كل حال انا اعتذر منك واعتذر من لا ابدا ابو فارس، بالعكس حياك الله، واحنا نسعد بكل اراء وحتى ان اختلفنا في الاراء ابدا احترامكم مثل ما ذكرت موجود. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكل من تواصل معنا عبر هاشتاج برنامج. غدا ان شاء الله موعد جديد، في امان الله.